السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الثالثة من تختيم لعبة برامبل ملك الجبل. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. في الحلقة اللي راحت في نهايتها هذا الوحش مسكني وصارني وشكله ناوي يطبخني. هذا احنا المكان اللي وصلنا له، والحين يبغونا نطيح القفص او السجن عشان نهرب من الوحش. كل هالازعاج والوحش ما لاحظنا هربنا، والله انه غبي. يلا حين نكمل ونشوف وين منروح. اوه هذا وحش. اوه خايف من هدول ها. اوه يا حمار. بقى واحد بس. ها انا قدك يا صديقي، تصير صديقي ساعدني. Olaf felt bad for the giant. Okay, عملاق. اهلا يا عملاق. Lammas might be big. Lammas. Stone heart. فكان يعني طيب. Okay, يبغى يساعدك تركب. All he longed for was a friend. His face scared him most. شكرا. صديقي العملاق. باي باي. Even so, it seemed like he had found one. لحد الآن ما حصلنا ليلي أبدا، حصلنا العملاق اللي اختطفها بس ما حصلناها. شيء يلمع على الفطر. اوه هذا الحجر اللي حصلناه اللي قاعدنا نرميه اتوقع يعني. وراك وراك اولي وراك. اخ صادنا. مقزز. كان بياكلني. الحجر انقذني. ليلي. هذا حلم مرة ثانية؟ تحول إلى حجر من... أوكي القطعة اللامعة اللي عندنا حولتها إلى حجر. Nice. Ole was comforted by the morning sun. Okay. He had survived the night, but just barely. نجا من الليل. At least he had found the stone again. حصل الحجر مرة ثانية. And it felt like it was his sister's way of telling him he was on the right path. إن أخته ترشده إلى الطريق الصحيح. لا اللعبة صراحة عجبتني مرة. ها
اوف شوف احجامهم. طيروا يا عصافير طيروا. صديق القنفذ كان لابس شيء لا يكون من المركبة يكون ال اوكي كاواي جنايكا او ماسكين قدامه دودة عشان يلحقها. اوكي ضفدع صار يعتبر حجمة اوكي مو عملاق. شكل شو اسمه الرعب خلص الحلقة اللي راحت. طبعا هذا الفيديو هذه الحلقة ان شاء الله بخليها اطول من حلقتين الاوليتين كانوا اكثر. خلاص شكرا صديقي. اوكي الى اين متجهين الان؟ هذا صديقنا العملاق نفسه. ليش الكاميرا صارت من فوق؟ اوه نايم. هل يبغون نقعدة؟ شكلنا يبغون نخلي هدول يقربوا له عشان يعطس. يهدى احنا نعطس الحين نبغى نخلي العملاق يعطس. زي ما قلت سلام يلا ساعدني. شكرا شكرا صديقي العملاق مع السلامة باي باي. ليش تصيح بعد انت؟ يبغانا نوديه او نساعد هذا ينزل. اوكي يبغانا نركبه له. كيف نحتاج ان نروح الى النوم الجد شو اسمه الكبير في العمر. ايش اختفوا؟ اوكي ساعدناك. باي باي. هيه طير
موسيقى يعني تحكم فيه خليه يرقص بدون اسمه تحكم. وين احنا الان؟ دخلنا داخل شجرة؟ لا نستخدم الحجر كنور. اوكي ما اتوقع ان يمدينا ننط هنا. لا يمدينا. اوكي في صوت غريب. اوكي يبغون ندفه. عشان نايس. المكان ظلمة مرة. إنه مظلم للغاية. قله شوي شوي. اوكي في خفافيش فوقنا. عملاقين. لا لا وين نروح؟ احتجنا ان نسوي شيء. اوب نايس. وين نروح؟ نايس ممتاز. اوكي شكلنا قريب من نقابل الوحش الموجود في هالمكان. الوحش كان داخل صندوق هذا اللي طلع صوت. بس عملاق وأتباع الصغار مفروض. قتلهم. تاري ما أدري وش سوى بالضبط بهم. طبخهم ممكن. نم نم نم. اوكي طلعنا طلعنا. نايس. الموسيقى مرة ثانية رجعت. سيطر علينا. على طين. اهلا اصدقائي. اطلعوا صوت عشان الوحش شو اسمه يعرف مكاني.
اوه هذا واحد من الشوز صار حجر. اوكي هذول ما يطيح ما يغرق في الماء يعني بدينا نوقف عليهم. اهرب 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 اهرب. اوف قله بسرعه. بوب اهرب 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 اهرب. ربنا نوت هذا واحد ثاني. ها اوكي وصلنا اوه وانا استخدم الحجر بسرعه 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 بسرعه. نايس ها وش الحل هذا؟ المفروض اني رحت على طول. ها اوكي نايس هربنا اوه بوي. انزل هربنا كده نايس. قولي اورايت لحين ما صار لحين حير الولد. يلا خلينا نكمل. تعب الولد تعب. خذ لك بايك خذ لك كتكات. هيكل عظمي ده. اوف in his past life Nakin was a simple man that loved play people. هذا خلفية الوحش اللي قتلناه. Where he still lures people with his deadly music. اوكي deadly music اجا ها موسيقى قاتلة.
ما خلصنا. توقعت اني خلصنا هربنا منه. مت. اوكي يبغى لي انتبه. اوكي. مسكنا. هل اللي الحين عايش؟ او مات. نكن اسمه الوحش اللي قابلناه. ممكن لأننا مسكنا ونط معانا هو مات وإحنا نجينا. انصاب شكله. أولي أولي وش صار؟ ما الذي يوجد خلف الضباب؟ اوه مكان الحل مرة ثانية. هذا المكان كنا فيه قبل، بس ليش صاير ابيض واسود واحنا بس اللي ملونين؟ نرجع نقابل ليلي. ليلي يا ليلي. هل ليلي موجودة يا ترى؟ أو ليلي مو موجودة. وصار. استخدم النور. ارجعوا. Go back. Come low, no closer. No. Oh, ما بوشي جنايكا. أوي أوي. Okay. وين أين نحن الآن؟ من هي هذه الفتاة؟ شعرها طويل. ما تشبه اختنا. أولي تعبان مسكين مصاب. عالجيه أيهته الآنسة. ما شاء الله طحت في مكان ما أدري كيف طحت فيه. في قاعد تطبطب عليك الحين يعني. أخذت الحجر حقنا. رجعيه.
استخدمته او صلحته ممكن. اوه رجع طبيعي ما في شيء. توفا هذا اسمها، كانت نور في الظلام. ملأت قلبه بالشجاعة والحجر بشعاعها. البرامبل يعني ممكن الأشواك. تبع الضوء تحصل قاعد تدور عليه في الجبل. نحن نذهب إلى الجبل. اوكي ايش هذا الصوت؟ اقدر لو سويت كده؟ اوكي لازم نروح يمين اجل. Go away you monsters with this shining light of mine. Nice. Nice. Okay. طلعنا من غابة الأشواك. أوه هذه مدينة أو مملكة. شوف كيف الأشواك في كل مكان. آه صديق العملاق مرحبا. اوه هروب 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 هروب. عشتينا صح؟ نايس. يا اخي دقيقة هربنا. اوف بس زين هربنا. وين نسوي النط؟ اه في هناك جزء شجرة بس كان ظلمة ما انتبهت لها. أن نتسلق المجسم ها؟ إنه الملك، ملك هذه البلاد. آه. الأرض هذه كانت لا.
اه هروب هروب هكذا هروب. دن 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 دن. اولي بسرعة صديقي العملاق صديقي العملاق. اوه شكرا لمساعدتك. نايس. Lamus would always look after his only friend. شكرا صديقي. Lamus. Olle felt a chill as he saw the warnings for desperate mothers carrying their infants. They pleaded with them not to carry out the unspeakable acts they had set their minds to. أنا ما أعرف أهم القصة بالضبط، بس مو كل شيء لازم الواحد يفهمه من أول مرة، من أول شو اسمه لع شو اسمه مرة لعب. نايس. انتبه انتبه. شو أنا أسوي؟ ها نايس قول لي. نايس. الحين نقدر نكمل. اوه فزاعة. اوكي. انا متوقع انها بتطاردنا الان. ايه هنا لا لا كيف طحت كيف؟ ما الذي يحل بك يا غلام؟ طيب ودينا نسوي شي هنا. ها؟ اثنينهم جميع. نايس. لقد أظلم المكان. لقد أصبح مظلما. نايس. اوكي الضوء يتباعد بعدهم. Out of my way. يلا بعده. Thank you.
نايس. يمين لو يسار نروح؟ يسار ما في مكان. هذا يمين احنا رحنا. يسار هو المكان اللي نروح حقه. كيف مقفل؟ اوه الاشواك صادت لنا. نستخدم الشبكة ونتسلق الى بيت الصياد. زي ما مت قلت انا بستخدم الشبك. Out of my way. أنا استفدت من الأوكا. في شيء هنا؟ كمل 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 كمل. هاي يبغون نتسلق هذا المكان. شفتك. هذا طاح قارب. وين راح؟ الان نقدر نستخدمه ونعبر من هنا. نايس. ما الذي هنا؟ ليس في هنا اي شيء. ليس هنا شيء يقول لي اصطحنا. مو مشكله يقول لي. اوكي هاي يبغى نطبخها. عشان نطفي النار يعني. اوه دائرة. اوكي اوكي فهمت وش يبغون نسوي الحين. دائرة يبغونها. هذا وين هو؟ هذا لا مو هذا. هذا اوكي مربع. هذا نبغى الثاني او هذا. هذا نايس. الحين المفروض الباب ينفتح. نايس. يبغون نسوي الاشكال واحد واحد ورا الثاني. واحد واحد ورا الثاني. الحين يبغوا المعين. بعد انفتح علينا الباب. نايس. طفل اللي يصيح. كرانك. نايس.
نايس. وش في السطح او الادك وش اسمه الاتك على الولد بالانجليزي؟ في طفل يصيح قاعد تسوي هذي؟ قاعد تسوي هذي؟ تقتل نفسها او بتقتل طفلها؟ لا يكون هذي من عبادات الشيطان. اوكي صارت اللعبة مظلمة اكثر. قفلت الباب علينا. كتاب. اوه يبغى نسوي زي الدرج او زي شو اسمه البرج، نجمع هالكتب هذه العملاقة. هلا واحد. يا حسن يكفو هدول. نايس اوكي اتوقع كده يكفي. نايس وين وين نروح؟ ركبنا هنا. أفكر يبغون نطلع من النافذة. هاي يبغون يمكن يبغون ننزل. ياس. لو ويتش كانت قبله. تحتاج نلحقها. تبغى تسوي تضحية بالطفل. That someone else wanted to hold him back. A midwife who wanted more dark souls to take care of. Dark Souls 1? إعلان Dark Souls 4؟ تخيل. نحتاج النور عشان نشوف الطريق. يا أولاد الذين لعبتوا علي. أنا قادم أيها الطفل سأنقذك. نتجل الفزاعة يا حبيبي. سالفة أبغى نطيحها. نايس صار.
صاير؟ هذا راح يذكرني بالباص الاخير في Little Nightmares 1. الزاعة بعد easy. هنا بدي نكمل. كمان قل لي nice. Open the door. Oh, لحقناها. ايش يعني هالعلامة هذي؟ طراد ركبنا فوق سطح البيت. نايس. انا وراكي وراكي ايتها ال اوكي او باي. هروب هروب بب 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 بب. اوكي خلينا نشوف ايش بصير عشان انهي الحلقة، لاني توقعني هذا اطول وقت لعبته في هاللعبة او اطول حلقة سويتها في هاللعبة. اوه اشواقي ايش اسمه قال انا اخير في وحش. اوكي
لا 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 ترجع يا حظي، لا ترجع. اوكي والان اهرب. صار هنا تبعده. Away with you. ممكن قاعد تغرق يا أولي. شنقت نفسها. اوه اللعبة مو حق اطفال، ابدا مو حق اطفال. اذا انت طفل لا تشاهد اللعبة بدون شو اسمه ولي امر. انا اللعبة مو حق اطفال صغار. سوت تضحية. وش والله قولتهم بالانجليزي، اعطت الطفل في النص. اوه والله اللعبة صراحة حق كبار مو حق صغار ابدا. تأخر قولي ما مدى. على الأقل يدفن الطفل ما يخلي كده. أوه دارك سول 6 معلش. حمار رايحين يا قولي. ضوء في الظلام. Guilt and sorrow weighed him down, but the warm glow felt comforting. شكلك يعتبر طبيعي أكثر من الناس الباقية. Follow the light, Tuva had said, and he trusted her. توفا هي البنت اللي قابلناها في البداية. اوكي اتوقع هذا نقطة ممتازة اني اوقف الفيديو فيها ونكمل الباقي في الفيديو الجاي. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.